الحكومة الفرنسية كشفت هذا الأربعاء عن ميزانية العام 2014 التي لا تزال تركز على زيادة في الضرائب. الميزانية تشمل رفع الضرائب بحوالي 3 مليارات يورو من 15 إلى 18 مليار يورو. تتحمل الأسر العبء الأكبر منها مع زيادة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية العام المقبل. وفي ذات الوقت فإن تكاليف خدمة الدين سترتفع إلى 46.7 مليار يورو من 45 مليار يورو في العام 2013، بينما تتوقع الحكومة نموا بنسبة 0.9 العام القادم فقط من أصل 1.2% في توقعات سابقة. بيير موسكوفيتسي وزير المالية الفرنسي يقول: هذه الميزانية هي ميزانة توجه كل سياستها لتتماشى مع جميع الاتجاهات، في اتجاه فرنسا أكثر قدرة على المنافسة، فرنسا التي تحاول خلق فرص للشغل، فرنسا أكثر ابتكارا، وهي ميزانية كذلك مع تغيير في توازن. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه نسب البطالة زيادة متواصلة منذ أشهر طويلة. وزارة العمل الفرنسية سبق وأعلنت أن هناك ارتفاعا طفيفا في معدلات البطالة، ما يظهر بحسب المحللين أن نسبة البطالة لن تتراجع بحلول نهاية العام الجاري كما تعهدت به الحكومة.